أولا شكرا للحضور الكريم، شكرا لهذا الجمهور الغزال ديال طنجة، معروف عليها أكيد حبوا الفنانين المغاربة. تواجدي في طنجة عنده ثلاثة الأسباب. السبب الأول أنك فيما كنلقى شي سبب باش نكون مع الجمهور، ما إنما باش نكون في طنجة. أنا دائما في طنجة معكم لأن عندي سكنة هنايا هذه 12 سنة، فطنجة مدينتي الثانية كذلك. وفيما كنلقى شي إيفينمون اللي تقدر تقربني للناس ونشوف الناس ديالي فكنجي. وبالنسبة ثانيا هو أنه اللي نظم هذا الحفل صديقة وكانت جارتي هي السيدة سلمى أكدور، مامات لينا أكدور الغزيولة، هذيك كنحسبها بحال بنيتي لأنها كبرت حدايا. ثالثا هو أنه ما يتعلق بالمرأة المغربية فهو بالنسبة لي من الأولويات، لأنه مشاركتي مع مقاولات، لأن هذا الشيء اللي غنشوفوه اليوم أو اللي غنزوره اليوم في المعرض كله من صنع سيدات. يعني كمرأة خاصنا ضروري نشجعوا مع بعضنا، يعني نشجعوا المرأة المغربية، نشجعوا تقاليدنا المغربية. أسباب عديدة كتكون عند الفنان باش يحضر، لكن الأسباب اللي هي مهمة عندي هي هذه. لا أنا ما نقدرش نعلق، حيت أنا قراري أنه من بعد بوازين أن نعطي وقت لبنتي. يعني الصيف كان قبل ما تكون ألماس كان دائما مهرجانات، وكنت بالأخص لهذه المهرجانات الشواطئ كنت دائما تنكون بكثرة. فأنا فضلت هذا الصيف سورتو من بعد موازين، لأنه من بعد مهرجان موازين غادي يجي حاجة أخرى، غادي تجيك شوية سواء بالنسبة يعني الظروف اللي غادي تكون فيها الملائمة ماديا ومعنويا ما غتكونش بحال موازين، يا يعني إما غتكون شي حاجة في المستوى الموازين. طبعا هناك مهرجانات كبيرة منهم تيميتار مثلا، أو بعض المهرجانات اللي في المغرب منهم أصوات نسائية لا حضرت فيها، لأن أنا كنقول دائما ما خصنيش نحرق راسي، ما يمكنش نحضر ثلاث أربع مرات فنخليو الشباب شوية يظهر. أنا ما كنلقى حتى شي تقصير بالنسبة للمنظمين أو بالنسبة للمنتجين في هذا الميدان، لكن أنا هذا كان قراري أنه إذا عجبتني شي حاجة يعني مزيانة فكان ممكن نقول ليه، ولكن ممكن نشوف حاجة ممكن يحضر لها فنان آخر أو نعطيه فرصة لناس آخرين. فبالعكس يعني فرحة جدا بمشاركتي في موازين، وكانت بعض الحفلات اللي هي مقتصرة على جمهور خاص أو مثلا في حال هاد ليزيفينمون فما كيكونش مشكل. يعني هذا يعني باش نكونوا واضحين، لأنه الفنان ما كاين كيسعى للظهور وكيسعى حتى القوت، يعني سواء لأن احنا ماشي فقط غي فنانين، احنا يعني كيبقى الفنان إنسان وعنده حتى هو ناس تخدموا معاه، عنده ناس كيف مثلا الان انا الستاف ديالي كله ما خدمش في الصيف، فهو الا كان جا شي مهرجان اللي ممكن يعوضهم شي حاجه في هذا الصيف فبالعكس نقول ليه علاش لا. يعني كما كنقولوا حنا رغم عنها انها بنت فنانه وشهره قبل ما تبان حتى وجهها، فلهذا انا دائما انا ولباها ما بغيناهاش تبان، لان هذا الشيء كيرجع لها هي من تكبر الا بغات تبان. يعني كان ممكن نبين لها وجهها او تعرف وتكبر تقول لك انا ما كنتش باغا نبان، ما كنتش باغا نتعرف بانني ام فلان بنت فلانه وامي هي فلانه، فهذا كيبقى رايها، لان هنا هي طفله ما يمكنش تتحكم في حياتها وما يمكنليش نتحكم لها انا في مصيرها. بالنسبه للغنى راه كتغني، ماشي كتغني بزاف ما كتسكتش، لكن انا كنتمناها انها تتجه للدراسه وحاجه اخرى غير الغنى، ما نبغيهاش. لا انا ما نسيتش حاجه، لان ما غتلقاش اللي لقيناه حنايا في الزمن الجميل ديالنا بصراحه، فنشجع على دراسه على شي حاجه غتهواها. نعم كل شيء جميل، كان كل شيء جميل اللي عندنا الان كيوازي الزمن الجميل والجمهور. انا الجمهور كيبغيك في الازمان كلها، فهذا الشيء اللي كيخلينا مازال كنظهروا. انما حنا مثلا غير بسيط، كتاب ملحنين ولو كان داك شيء بسيط جدا في التسجيلات واستديوهات عاديه، لكن كاين الحلاوه. يعني ما الان للاسف يعني ما غتعيش الشيء اللي غنعيشه انا، فمن الاحسن نتجه لاشياء اخرى. لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.